مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى محافظة صلاح الدين، ومنها ينضم إلينا من هناك مراسل زاغروس تي في ياسر عدنان. ياسر، أهلا بك معنا في هذه النشرة. دعنا في صورة الوضع من حولك في المحافظة، تفضل. نعم نعم، تحية طيبة لكم ولكل مشاهدي زاغروس تي في. في محافظة صلاح الدين يعني العمل ساري كبقية يعني تطبيق الإجراءات في عموم العراق، وهي الإجراءات الخاصة بفتح التجوال الجزئي في يعني جميع أيام الأسبوع، ولن تقتصر على فقط أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، حتى الخميس والجمعة أيضا والسبت فتحت للحظر الجزئي. هذا الموضوع يعني استبشر به المواطنون، خصوصا لأصحاب المصالح التجارية والمحال التجارية، لكن بالمقابل هنالك أيضا مطالبات من الجهات المختصة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهذا ما حدث. يعني القوات الأمنية قامت بحجز مجموعة من الشباب الذين لم يلتزموا بهذه الإجراءات الصحية، طبعا التقى بهم قائد الشرطة وأيضا نصحهم بضرورة أنه الالتزام بهذه الإجراءات، خصوصا وأنه يعني هنالك مرونة في هذا التطبيق وهذا الإجراء بأنه يسمح للمواطنين بالتجوال، وأيضا هذا التجوال من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 10 مساء. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني اليوم مجموعة من الشباب الذين هم في مراحل السادس الإعدادي نظموا وقفة في مدينة سامراء. هذه الوقفة كانت تطالب يعني تطبيق قرار التراكمي وعدم إجراء الامتحانات، هم ضد أنه يكون هنالك امتحانات، وهذا الامتحان من المقرر أن يقام في 1/9 أي يعني في الشهر القادم، لكن هذه مطالب أيضا تزامنت مع المطالب الموجودة في بغداد، وأيضا الوفد الذي يعني قابل وزير التربية لرفع هذه المطالب. من جهة أخرى أيضا في قضاء بلد هنالك اعتصامات مستمرة، هذه الاعتصامات تطالب ب يعني حل الإدارة المحلية بحسب ما يعني أوضحته اللجان المختصة بإقامة هذه الاعتصامات بأن الإدارة المحلية قد فشلت بإدارة قضاء بلد، وبالمقابل هنالك مطالبات من هذه الاعتصامات بتغيير هذه الوجوه التي يعني تقوم بزمام أمور إدارة قضاء بلد، وأيضا هنالك رفع لسقف المطالب، هنالك يعني إذا ما طبقت مطالبهم فهنالك تصعيد بالنسبة للإجراءات، ومن هذه التصعيدات ممكن أنه تقطع شوارع أو يقطع الشارع الرئيسي الذي يمر بمحافظة صلاح الدين وصولا إلى بغداد وأيضا وصولا إلى مناطق الشمال. هذا تقريبا كل ما موجود على ساحة نعم. المحافظة وهو موجود في جعبتي. نعم نعم، ياسر عدنان من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك.